اول حط خطه واضحه في المعالم، فيبقى لازم اطار مؤسسي واضح ومعروف. يبقى احنا قلنا تعليم البنات اطار مؤسسي واضح ومعروف، وبعد كده تحسين خدمات تنظيم الاسره. يمكن الدوله المصريه اخذت قرار كويس جدا لما قررت توفير وسائل منع الحمل في كل الوحدات الصحيه مجانا، يعني طبعا ده قرار مهم جدا. بس كمان نكمل بقى هذا القرار بايه؟ ان الدوله لازم تراجع اي وحده صحيه مقفوله تتفتح، اي منطقه محرومه من خدمات تنظيم الاسره ما تبقاش محرومه من خدمات تنظيم الاسره. فيبقى لو احنا هنكتب روشتة يا استاذ احمد، هنقول اول حاجه اطار مؤسسي مظبوط، كل مين مسؤول عن ملف السكان. الاطار المؤسسي يتميز بالاستقلال والاستقرار والقوه عشان اقدر احاسبك لو انت ما نفذتش الخطه اللي انت كتبتها يا دكتور. تاني حاجه طب اتفضل حضرتك. تاني حاجه ايه؟ تاني حاجه نشتغل اكتر على تعليم البنات. لازم في مصر واحنا بنتكلم في 2021 ما يبقاش عندي حاجه اسمها اميه بنات وستات، لازم تقضي تماما على اميه البنات والستات. تالت حاجه حسن الخدمات. لو اشتغلنا على الثلاث محاور دولت هتقدر نحقق ان شاء الله نجاح في فتره كبيره جدا. طيب. ومحتاجين رؤيتنا لهذا الملف تتغير. بالنسبه للست سيده الفاضله اللي هي بتنجب انجاب واحد او اتنين، الفارق ما بينها وما بين اللي بتخلف او بتنجب 4 و7 و15 و10 و12، ايه الفارق ما بين اللي بتخلف كتير واللي بتخلف عدد بسيط؟ ايه الفارق صحيا؟ هضرب لحضرتك مثل دايما كنا لما بننزل القوافل بنقول للناس، الفلاح لما بيزرع الارض بيعمل ايه؟ بيحط زرعة يسيب مسافة يحط زرعة تانية. لو حط الزرعتين جنب بعض جذور الزرعتين يتشابكوا والزرعتين يطلعوا ضعاف. فأنا أقول لهم أفتان الفلاح بيعمل كده في أرضه عشان الزرعة تطلع حلوة. لو أنت جبتي طفلينك الاتنين ورا بعض الاتنين هيطلعوا ضعاف. دايما نقول الست اللي تحمل وتولد وتحمل على طول بتظلم 4 أشخاص. أول واحد ظلمته طفلها الأولاني، لأن لما هتحمل على طول هتضطر إن هي تبطل رضاعة، فالطفل ده حرمته من صدرها ومن لبنها وحنانها. تاني واحد ظلمته جسمها، لان الحمل ده رحله مهلكه بتسحب من رصيد جسم الست من فيتامينات ومن معادن، فلما تحمل على طول جسمها يبقى تعبان، تخش في شيخوخه مبكره، جسمها يعجز، تلاقي جوزها بعد 10 سنين يقول لها صحتها راحت، وفي الغرور المصري يقول لك الراجل يحب الست عافيه، يروح يتجوز واحده ثانيه صغيره. ثالث واحد بتظلمه الطفل اللي في بطنها دلوقتي، جسمها ضعيف يبقى اكثر عرضه للولاده المبكره والطفل يبقى عنده انيميا. رابع واحد بتظلمه هو جوزها، لان في الاخر زوجها محتاج حب وحنان واهتمام. فنقول الست اللي هتتجوز هتحمل هتخلف هتحمل تاني بتظلم 4 أشخاص، الطفل الاولاني، الطفل اللي في بطنها دلوقتي، بتظلم نفسها، بتظلم جوزها، وفي الاخر لو هنبص هي بنظلم البلد، وبنظلم البلد، ان في الاخر ده ضغط كبير جدا على الدوله المصريه. دايما بناكد للناس بنقول لازم يبقى في توازن ما بين حاجتين، النمو السكاني والنمو الاقتصادي. الدولة المصرية في آخر 7 سنين بتحقق طفرات في النمو الاقتصادي، بس عشان المواطن في الشارع يحس بهذه الطفرات وبهذه الإنجازات لازم ننزل بمعدل النمو السكاني. ومحتاجين نأكد، أنا مش عاوز نبص لتنظيم الأسرة إن هي قضية صحية، لازم نبص لها على إن ده مشروع استثماري. أنا دايما بقول إن أكبر مشروع استثماري لو الدولة المصرية تبنته ويجيب لها أرباح وفائد هو مشروع تنظيم الأسرة. لو أنا قلت إن السنة اللي فاتت ولدت 2,300,000، تخيل حضرتك لو قللتهم 1,300,000 وولدت بس في السنه 1,000,000، تخيل 1,300,000 اللي حضرتك وفرتهم في السنه كانت الدوله هتصرف عليه قد ايه؟ عليهم في بنى مدارس ومستشفيات وفي جامعات وفي توفير بعد كده فرص عمل. وده يمكن اللي السيد الرئيس اتكلم عليه اللي هو جوده الحياه. ما انت هتخلف بس ما تجيش تسالني على جوده التعليم عامل كده ليه؟ الدوله بتبني مدارس عشان تلحق على الزياده السكانيه. لو انت اتحكمت في الزياده السكانيه يبقى المدارس اللي بتتعمل دي عشان اقلل كثافه الفصول والطالب ينبسط ويعرف يتعلم كويس. لو قللت الزياده السكانيه يبقى المستشفيات الجديده اللي بتتبني في التامين الصحي عشان نحسن الجوده اللي المواطن بياخدها، لما ابنك يكبر يلاقي فرصه عمل بسهوله. فبالتالي نقول الزياده السكانيه هي بتاثر على كل مواطن، هتاثر عليك وهتاثر على عيالك وهتاثر على الاحفاد. دايما بنأكد هي مشكلة متشابكة معقدة، بس احنا ورثنا المشكلة دي من الجيل اللي قبلينا، والجيل اللي قبلينا ورثنا من الجيل اللي قبلينا. جاء وقت ان المشكلة دي ما نورثهاش للي بعدينا، نقفل هذا الملف، نقول ان الدولة المصرية بالطموح اللي موجود دلوقتي تقدر انك تقفل هذا الملف وما نورثوش للي بعدينا. تقدر، بس محتاجين نشتغل زي ما اتفقنا حضرتك ان احنا عوامل النجاح الأربعة: اطار مؤسسي واضح يتميز بالقوة والاستقلال والاستقرار، الإرادة السياسية واضحة في تصريحات السيد الرئيس، الاستراتيجية موجودة بس محتاج ان انا اتابعها واقيمها،
التمويل نشتغل عليه اكتر، ان يتم الاستغلال الامثل للموارد. ويمكن في دراسه حضرتك اتعملت في 2020، المركز المصري للدراسات الاقتصاديه قال لك ان كل جنيه بتصرفه في تنظيم الاسره بيوفر على الدوله 151 جنيه. يبقى الجنيه اللي انت هتصرفه على تنظيم الاسره هيوفر للدوله 151 جنيه. ليه؟ لان الجنيه ده هيخلي طفل ما يجيش، الطفل ده كان هيصرف عليه فلوس في الحضانات والمدارس والمستشفيات والجامعات. فبالتالي محتاجين نبص لهذا المشروع على ان هو مشروع استثماري قبل ما يكون كمان مشروع صحي.